أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم 15/11/2024 الجمعة، الساعة 9:30 مساء. بالنسبة لمقلب القحاط الشال والقروش حقت الناس من بيوت ومن البنوك وكده، تغيير العملة طبعا ما في مواطن نزح شايل له ربطة واحدة بتاعت قروش، لانه ما بتخلوا يتوب شفشه. فالمواطنين النزحوا ديل كلهم نزحوا يا الله اشياء اللي حاجة في موبايل وفي بنكك ولا كده، لكن زول شايل قروش ما في. فانتوا شلتوا قروش كلها مركتوا بها هناك. العملة دي هسه بقت غير رسمية، دارت تتاجر بها مع دولة تانية ما بتاجر ليك، لانه الدولة علنت انها حتغيرك. ما في زول بيستلمها منك لا في تشاد لا في جنوب السودان لا في افريقيا الوسطى ولا في اثيوبيا ولا في مصر ولا غيره. طيب انت هناك قلت هي ما شرعية والدولة ما شرعها، تتعامل بها كيف؟ حتشتري بها شنو؟ لو استمريت تتعامل بها معناتها اعترفت بشرعية الدولة. طيب دار توريدها انت، حتيجي شايل لك مليارات كاش. اي زول حيجي قول قدرت خشيت بها مناطق فيها الدولة، يعني خشيت مناطق جيت داخل بالقروش دي كاش، طبعا ناسك ذاته اللي بيلاقوك في طريق بيشفشفوها منك ما بخلوك، لكن نقول خشيت بها، هتجي توريده وين؟ في البنك. هتفتح حساب، اذا انت عندك حساب جبت لك 2 مليار 3 مليار جبتها كيف؟ انت جاي من وين؟ ما في مواطن نزح عنده 2 مليار و3 مليار، خليه تورد لك 20 و30 و40 و50 مليار، طوالي هتتقبض طبعا. فانت البتاع دي اللي تعملها زي العلامات بتاعت ما حقته ركبك وتعرف كباب الله وشرب مويه الخير تأذى. انت برضو انت مو القروش دي الا تبلها وتشرب مويتها، بعدين ناسك في الضيعين قالوا بيتعاملوا بالدولار يعني ما مقبوله، انت هتعمل بها شنو؟ هتوديها وين؟ عشان تعرف يذهب الحرام من حيث اتى. بلوها واشرب مويتها ولا تبخروا بها بخور، ولا اكتبوا بها الحجابات دي، ممكن تكتبوا بها حجاباتكم دي يمكن تنفع تشتغل، لانه حجاباتكم دي ما قاعد تشتغل. ما اعرف الورق اللي بتكتبوها في ده، اكتبوها في الورق بتاع العملة السودانية الطاهر ده يمكن تشتغل. دي نصايح عامة. ولا تا حين مناص